حقيقة هذا اللقاء اليوم أعطاني أنا يعني شعلة أمل. إحنا لنا فترة في الساحة الاجتماعية عادة كتير في يأس وكتير في قنوط وكتير في خيبة أمل وكتير الناس بتعلق بطريقة سلبية، وأنا حقيقة دائما حتى من خلال شغلنا إحنا كصيادلة دائما أنا ما بحب أمسك الخيط اللي بشد لتحت، دائما بحب كل حدا يطلع لفوق. إحنا عم يعني منحاول نشوف إيش إشي ممكن إحنا نعمله كأعضاء فاعلين، إن شاء الله صيادلة، إن شاء الله ست بيت، إن شاء الله أي عضو في المجتمع. هلأ هذا اللقاء اليوم الحقيقة أنا أضاء لي نواحي كتير كتيرة، حسيت إنه الناس اللي قاعدين في هذا اللقاء كلهم إيجابيين وكلهم ذو خبرة وعلم وبوزيشنز وكله إله آراء، لكن إن شاء الله إنه هذا يطلع لحيز الواقع، وإن شاء الله إنه هذا يكون يعني نحققه ونتابعه زي ما إحنا اتفقنا. هذا الميثاق يهدف إلى وضع معايير اقتصادية تقترح لكي تلتزم فيها الحكومات المتغيرة كاستمرارية للحكم، وبحيث أن تكون هنالك رؤية واضحة ومعايير واضحة تنتج عن هذه الرؤية، ثم تصاغ بشكل مؤشرات ليمكن مراقبة الأداء الحكومي بموجب هذه المؤشرات، وبالتالي سننشئ مرصدا للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكي يكون تقييم الأداء على أساس مدروس. سنتناول 12 محور ابتداء من البحث عن الباحثين عن العمل أو ما يسمى بالبطالة، إلى المياه، إلى الطاقة، إلى الشفافية والنزاهة، إلى الكهرباء، كل القطاعات، المحاور التي تشكل قلقا بالنسبة للمواطن بما فيه دخل المواطن والحد الأدنى للدخل والغلاء في المعيشة، كل ما هو ونقيم له مرصدا. هذا المرصد كأوبزيرفتري سيراقب بموجب المؤشرات الأداء في الفترات المتتالية لنحكم على الحكومة بموجب معايير مدروسة.